اذكر الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا you
كان عبدا شكورا. علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. وَلَقَدْ رَآهُ
له نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.